مولاي بشار فضلاوي رئيس الهيئه الوطنيه للعدول. دأب المجلس الجهوي لعدول استئنافيه مراكش ان يجمع جميع الساده العدول التابعين لاستئنافيه مراكش في مثل هذا اليوم لقراءه تقريره الادبي وكذلك لقراءه تقريره المالي. وتعودنا على ان نحضر من بين هذا الجمع العام لكي نبين للساده العدول جميع الامور التي قامت بها الهيئه الوطنيه او المكتب المفيدي خلال السنه. فمن بين الامور الجديده والحديثه التي عرفها المكتب المفيدي هي التغطيه الصحيه التي كانت الهيئه الوطنيه للعدول سباقه او الساده العدول صح التعبير من السباقين الى الاستفاده من التغطيه الاجتماعيه والتي تجمع بين التقاعد والتغطيه الصحيه. وكانت فيها امور متعدده لفائده الساده العدول وقد وقعنا الاتفاقيه قبل يوم الثلاثاء المنصرم. وكانت الاتفاقيه تجمع بنود متعدده لفائده الساده العدول. وكانت الهيئه الوطنيه بطبيعه الحال هي التي سبقت الى مثل هذه الامور. وكذلك التسجيل الالكتروني استفاد منه الساده العدول. الان اصبح كل الساده العدول عبر انحاء المملكه يسجلون عقودهم الكترونيا ابتعادا عن العقود او الوثائق الورقيه. وقد اختار مجلس الجهوي لعدول استئنافيه مراكش عنوانا راقيا وهو مهنتي مستقبلي، بحيث ان هذا العنوان اوحى لنا ان نتحدث مع جميع الساده العدول بان نرقى جميعا بهذه المهنه. والرقي بهذه المهنه بطبيعه الحال يستوجب الرقي بالاخلاقيات، الرقي بالتكوين والتكوين المستمر، الرقي بالمكاتب العدليه التي اصبحت الان على شكل مرافق تجد بان بها كل الوسائل الحديثه من تقنيات وكذلك الاماكن المخصصه للارشيف وللزبناء. وكانت اشارات واضحه وكانت تجاوب كبير مع الساده عدول مراكش، بحيث انهم طرحوا عده اسئله فيما يخص القانون، رفع خطاب القاضي، التلقي الفردي بدل الثنائيه، التلقي على الصعيد الوطني. وقد اجبنا قدر المستطاع عن جميع التساؤلات. وقد استفاد الساده العدول من هذا اللقاء في هذا اليوم المبارك السعيد. والسلام عليكم.